هلا اذا احنا اذا فارضين هذا عندي 1470، هلا خلينا الجيرنج، خلينا نبدا في فاليو للجيرنج، نبدا في 400 اللي هو 20 في 20. رح نحاول نستعمل تو ستيجز 20 في 20، رح يعطيني جير بوكس ريدكشن ريشيو مقدارها 400. هلا خلينا نشوف من هون، نرجع احنا عندنا الزاويه هاي باي على 4، وبدنا نشوف هلا التورك. هلا اذا عملنا اول شيء خلينا نعمل الكاونتر ويتنج، فرح ناخذ القطعه هاي اللي موجوده هون، قديش كانت هاي الماس تبعها؟ هاي كانت تقريبا 3 متر من هون. خليني افترض هاي رح تكون تقريبا 1 متر. اوكي، منطقا 1 متر بقدر احطها في غرفه او شيء زي هيك. هلا هاي قديش طلعت معنا الماس؟ 11700 كيلوغرام، وهي احنا ضربناها في جي، بنضربها في جي مش هيك، فالتورك رح يكون جي في 11700 في 1.5، مضبوط؟ طلعت 172 كيلو. خليها هلا، خليها هلا، احنا بنكمل هلا. هاي بدنا نوازنها بوزن من هون، ها؟ بدنا نشوف هلا هذا الوزن اول شيء قديش بده يكون، هذا ام كاونتر ويت رح تساوي ام، ورح نعملها كلها لانه ديد لود، مش هذا كله ديد لود، بقدر الغيه كله. ام كاونتر ويت في جي كمان، هي جي رح تشطب مع جي، بس هون ايش عندي؟ في نص. ليش انا مضطر اعملها متر؟ ليش ما اعملها 3 متر زي هذيك؟ فيش سبيس، تدخل مسافه، ما فيش عندي سبيس، تمام. فراح احطها هذه هون نص. هلا جي راح تشطب مع جي، فراح يصير عندي الماس تبعت الكاونتر ريت واضح انها تكون 3 اضعاف القيمه، مضبوط؟ مش هيك؟ 1.5 على نص بتصير 3 في هذا الرقم، فراح تصير 3 في 11700 اللي هي بتطلع ايش؟ 33 35100. هلا خليني افترض انه الدايمنشنز هاي، خلينا نحط لها دايمنشنز من هون، خلينا نقول لو كان ارتفاعها، هلا عرضها بده يكون تقريبا مترين. لو احط دايمنشن واحد انا عشان احسب الدنسيتي، هو هذا الدايمنشن مضبوط؟ هيك هذا رح يكون مجهول، لانه هذا معروف هي ثبتناه، وهذا معروف ليش؟ بده يكون نفس عرض الجسر. فبدي اخذ هذا 2 متر، فبصير عندي الفوليوم تبع الكاونتر ويت بده يساوي اكس اللي هي مش معروفه في 1 في 2. هلا راح يصير عندي الماس هذا بده يساوي الفوليوم في رو، فبصير عندنا اكس 2 اكس في رو اللي هي قديش؟ 2400 تساوي 35100. هل بيطلع رقم منطقي اكس ولا بيطلع شيء خيالي؟ اسم 35000 على 4800 14.6 7 متر. 7 متر رقم ما اعرفش انه قلنا منطقي، خليه هون 7 متر مش مشكله، خليه 7 متر، اوكي؟ 7 متر هون ارتفاع، ممكن يكون عندنا سبيس هون في الداخل نقدر ناخذ 7 متر، اوكي؟ اذا هي صار عندي الكاونتر ويت جاهز. شو الاثر هلا رح يصير على نيوتنز لو؟ تذكر هلا هون عندي هذا اللي جاي من المحرك ماينس تي اوت اوف بالانس يساوي الفا في اي. شو رح يصير عندي هون هذا؟ بلس القيمة اللي هون، تمام. شو المفروض هذا يصير؟ ايش هو هذا الكلام؟ زيرو. لأنه هذا التورك رح يلغي هذا التورك، بس شو بيرتفع عندي بشكل هائل هلا؟ الانرشيا. الانرشيا هلا رح تزيد، مش شرط انها تتضاعف، لأنه هلا عندنا الانرشيا هاي احنا كنا حاسبينها، مضبوط؟ قديش طلعت الانرشيا تبعت هذا حوالين هذا الشفت؟ طلعناها هي هون. كانت عندنا هاي 35100. هلا ميزه هذا لانه اقرب شوي رح تكون، رغم انه هو نفس الماس بس مسافته اقرب، فرح تكون الانرشيا تبعته اقل. حسبناها، طلعنا احنا فورمولا الها، خلينا نحسبها من البدايه ما في مشكله. بناخذ هاي هون السلايس، هذه هون دي اكس، فرح تكون دي اكس عرضها ارتفاعها 7 و2، مضبوط؟ فرح تصير 7 اللي هو هاي 2 اللي هو العرض اللي هون في دي اكس، هذا راح يعطيني فوليوم، بدي اضربه في رو اللي هي قديش؟ 2400. هي صار عندي ماس، بدي اضربها في مربع اكس، مضبوط؟ واكس بتتراوح من قديش؟ من 0 ل 1، من 0 ل 1. راح تصير عندي اكس من 0 ل 1، هون ضربت في اكس كله، مضبوط؟ مش هذا المفروض يعطيني السكند مومنت اوف ماس؟
7 في 2 14 اضرب هلا 14 في 2400 وجوه راح يصير عندي اكس كيوب على 3 من 0 ل 1 قديش بيطلع هذا الرقم اللي هو 14 في 2400 بعدين عندي هاي راح تتحول لثلث مزبوط بصير هذا الرقم على 3 700 برجع في اقل 11200 كيلوغرام متر سكوير قديش كان الرقم هذاك لاحظين هدول ماسز لهم نفس القيمه التنتين كماس لها نفس القيمه ليش هاي طلع لها مومنت اوف انيرشيا سكند مومنت اوف ماس اقل من هاي اقرب من الروك لا لا ماس نفسها اقرب ماس نفسها بس هاي اقرب رغم انه هاي متر وهاي 3 متر هاي كانت اقل شوي من الثلث تقريبا اوكي ماشي واضح اذا هون عندي في اختلاف بالانيرشيا ما بين الاثنين طلعت انيرشيا جديده اذا صارت عندي هلا اي تبعت البريدج بتساوي 35100 كيلوغرام متر سكوير اي تبعت الكاونتر ويت بتساوي 11200 كيلوغرام متر سكوير صار عندي هلا اي توتال بتساوي 11200 زائد 35100 شو بتطلع؟ 46000 300 هلا هون بدنا نشوف الايتريشن شو بدنا نعمل؟ هلا هاي احنا عارفين انها انتهت، الكل موافق انه اشيلها ولا بدي اشرح ليش شلناها؟ لاحظ هذا حملناها كاونتر ويتنج، هاي لو مسكتها انت بايدك تبدا تحركها. مزبوط؟ بس التسارع رح يكون صعب. ليش التسارع تبعها صعب من ايدك لو بتحركها؟ بس لو تركتها رح تضلها مكانها. هاي كمان بتساعدني بتصغير البريك مشان بدي اركب ميكانيكال بريك عليها. هاي لو تركتها فولي بالانس طبعا فولي بالانس في هاي الوضعيه بعرفش هلا اذا رفعناها الوضعيه هاي اذا بتضلها بالانس ولا لا اوكي هلا جاهزين عندنا هون عندي الفا هلا بدنا نطلع الفا والفا بدها تكون على الهاي سبيد شافت خلينا شو نشوف شو بدنا نعمل بدنا نعمل تشيك ونشوف اذا بيطلع معي تورك منطقي هلا المفروض انه احنا على الجير بوكس ريشيو الجديده نقدر ننزل الجير بوكس الجديده صارت عندي حطيناها قديش احنا حكينا 400 حطينا هاي 400 خلينا نشوف هلا كيف ممكن نعمل حسابات ونشوف ايش اللي نثبته وايش نطلع. هلا لو عملنا احنا عندنا التوب سبيد لازم بنقدر هلا نطلع التوب سبيد. اوميجا هاي سبيد شافت بدها تساوي هلا اوميجا هاي سبيد شافت بتساوي 1470 مضبوط؟ هاي على 400 مش هيك مضبوط وبدي احولها ل او خليني احولها اول شيء لراديانس بير سكند 1470 على 60 في 2 باي هاي اللي طلعت 153 راديان بير سكند مضبوط هاي عندي كانت اوميجا هاي سبيد شافت هلا بضل اطلع منها اوميجا لو سبيد شافت اللي بتطلع 153000 على 400 اللي هي بتطلع قديش تقريبا 0.384 راد بير سكند هلا نرجع نرسم هذا المثلث عندنا هاي السرعه معروفه صارت قديش نزلت السرعه نزلت زادت منيح مش هيك عن اول 0.384 راد بير سكند هلا هون بدنا نختار قيمه لهاي وبدنا نختار قيمه لهاي مناسبه لو اعتبرنا هاي خلينا اخذ هون راح اخذ ترايل اند ايرور راح اخذها 2 سكند هون و2 سكند هون واشوف قديش باخذني السكند اللي بالنص هلا هاي احنا عارفين انها تشيلها بالتوب سبيد لانه وين جبناها؟ جبناها من القيمة هاي اللي موجودة هون. هلا لو بدنا هون توب سبيد تنين راح تصير عندي الفا، هلا هاي الفا لو سبيد شافت، هاي راح تصير الفا لو سبيد شافت، خلينا نحسب الفا لو سبيد شافت شو بتطلع معنا هون. 2 سكندز اكثر؟ انا اخذت 2 سكندز. هلا انا بتوقع راح يصير اسرع بكثير الوقت، يعني ممكن يطلع الجسر كله بحوالي 10 12 سكند. لكن المشكلة راح يكون التورك ممكن يكون اعلى ما بعرف هلا بنشوف. فلو اخذنا 2 سكندز و2 سكندز من هون هلا على 2 سكندز بامكاني احسب هذا الزمن عندي معروف بقدر احسب المساحه هاي مضبوط زي ما حسبناها قبل شوي بنحسب ثيتا هلا ثيتا 1 بتساوي ثيتا 3 وتساوي نص في 2 في 0.384 قديش تطلع هاي معنا؟ خايف انها تضيع الزاويه كلها تروح قديش هي كانت الزاويه باي على 4 قديش؟ 45 3.4 على 4 تطلع حوالي 1 لا ممكن ممكن تضبط معنا واحد في هاي تطلع عندي 0.384 هلا بصير عندي ثيتا 2 بتساوي
باي على 4 ناقص 2 0.384 قديش تطلع هاي؟ هاي بتصير تقريبا 0.7 وهاي تقريبا اقل شوي من 1 بتطلع تقريبا من 0 هاي بدي احسبها شوف 0.017 اذا انا الاقتراح هون نعمله نحوله كله لترينجلر شو رايكم؟ فاهمين علي شو اللي صار؟ طلعت هاي صغيره جدا من هون فراح نحول كل هاي لترينجلر ونشوف اذا بزبط معنا نحولها هيك هلا هاي بهاي الطريقه بقدر انا احسب ارد مره ثانيه احسب الزمن هذا عندي هاي المساحه كلها شو بدها تصير؟ هاي بدها تصير هلا باي على 4 الكل متابع معي؟ ولا واقف شوي؟